هو من لا يختلف اثنان على موهبته الفذة في عالم كرة القدم، فتلاعب بالمنافسين كيفما شاء داخل المستطيل الأخضر لتلقبه جماهير الزمالك بالحاوي. هو النجم حمادة عبد اللطيف. حمادة عبد اللطيف من مواليد عام 1963، وتألق بقميص فريق الناشئين بنادي الزمالك وهو دون 14 من عمره، قبل أن يكتب شهادة ميلاده الكروية مع الفريق الأول بداية من عام 1982 مع المدير الفني اليوغسلافي فيزوفيتش. ويبزغ نجمه بشدة في سماء ميت عقبة رفقة النجوم الكبار في ذلك الجيل. وساهم الحاوي خلال مشواره مع الزمالك في تتويج الفريق بسبعة ألقاب، على رأسهم عناق بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري مرتين، كذلك لقب الأفرو أسيوي وتتويجين بالدوري العام ومثلهما بكأس مصر. ورحل حمادة عبد اللطيف عن أسوان ميت عقبة لخوض تجربة احترافية في سلطنة عمان مطلع التسعينات، قبل أن يعود مجددا لقلعة زامورة، ثم يغادر من جديد موجها قبلته للدوري اللبناني ثم اعتزال المستديرة. حاوي الزمالك حمادة عبد اللطيف الذي انتزع آهات عشاق القلعة البيضاء بمهاراته المذهلة على مدار تاريخ حافل مع المستديرة، لم يكن محظوظا من حيث تمثيل منتخب مصر الأول مقارنة بما يتمتع به من إمكانيات فنية كبيرة يبحث عنها كل مدير فني. حيث كان غياب الحاوي عن تمثيل الفراعنة في مونديال 90 علامة استفهام كبرى لم يجد لها أحد إجابة. الزمالك كان ولا زال وسيظل قلعة رياضية عريقة في مصر والوطن العربي، تحتضن أصحاب الذوق الراقي والرفيع في عالم الفن والثقافة، وتحتوي وتساند المواهب العربية بمختلف أشكالها.